مقاتلون فلسطينيون وسط المدن الإسرائيلية هاجموا من الجو والبر والبحر، وبالتوازي كان هناك قصف بالصواريخ، مشهد غير مسبوق لم تشهده إسرائيل منذ حرب أكتوبر عام 1973. الأرقام الأولية تتحدث عن مئات القتلى وعشرات الأسرى. مسلحون من الفصائل الفلسطينية اقتحموا العمق الإسرائيلي، خطفوا دبابات وجنودا، اقتحموا مباني واحتجزوا رهائن، وخاضوا اشتباكات وجها لوجه مع الجيش الإسرائيلي. العملية التي بدأتها فصائل فلسطينية وسمتها طوفان الأقصى كانت مفاجأة كبيرة لإسرائيل التي بدأت بعمليات رد متأخرة. إسرائيل وصفتها بأنها عملية لا تشبه أي شيء في القتال ضد الفصائل الفلسطينية من قبل. الغموض والمفاجأة والإرباك والعملية غير المسبوقة وفق مراقبين ستفتح بابا هائلا لحرب ضروس لا يبدو أن لها أي نهاية قريبة.